أنا أعتقد أن المؤتمر نجح في جذب عدد لا بأس به من المؤسسات الفاعلة في عالم المساعدات الإنسانية. كان في حوارات جيدة جدا، وكان في بعض النقاشات الساخنة، وأعتقد أن الجلسة الأخيرة اللي تمت فيها صياغة التوصيات كانت ناجحة. بالنسبة لوقت المؤتمر، أعتقد أنه خلال يومين نخلص فيها لبعض التوصيات القابلة للتنفيذ، فده في حد ذاته إنجاز جدير بالإشادة. أنا أعتقد أن هي عينة قد تكون عينة عشوائية لمؤسسات المجتمع المدني. أتمنى أن هي تكون تمثل جميع الفئات. كان عندنا مؤسسات من الحركة الدولية الهلال الأحمر والصليب الأحمر، بعض المؤسسات العاملة على المستوى المحلي، بعض المؤسسات العاملة على المستوى الدولي، منظمات من الأمم المتحدة، بعض المنتديات زي المنتدى الإنساني وغيره. فأعتقد أن كان في تمثيل جيد للطوائف المختلفة في المجتمع الإنساني العربي.